هذا التحية لكل متابعي البرتغالية ليبيا الرياضية في لقاء جديد يندرج ضمن الجولة التاسعة والأخيرة ذهابا هنا على أرضية ملعب شيخ الشهداء، لقاء يضم ويجمع فريقين عريقين، الضيف خليج زرت والمضيف الكناري الصداقة هنا على أرضية ملعب شيخ الشهداء. بينما صاحب الأرض اليوم فريق الصداقة الكناري صاحب اللون الأصفر اللي حيكون معاه بداية الكرة في هذا الشوط، يرقم بالقايد اللي يبعد الكرة، الفوني كنترول بالصدر، الفوني يسلمها لعبد الله العبد، عبد الله يرفع راسه ويحطها على اليمين عند بوشكري، وعدم رضا من الحارس عبد المهيم الحراري، حاول من خلالها ابناء انيس البازلي امامنا على الصوره انهم يستغلوا ربكه البدايات. هذه تسديده اللي جاورت المرمى، نقله عند عبد الله العبد يحطها على اليسار، السعدي العلامي يسلمها لجمعة العبار، العبار العرضيه على القائمه الثانيه لكره الهدف الاول في مره اولى، الثانيه تكون في الشباك، الثانيه تكون في الشباك، الدقيقه السادسه يقول فيها اولاد الصداقه لا جس نبض ولا انتظار، بدايه من النار، بدايه من النار، هدف اول للكناري، الكره والمحاوله الاولى، الثانيه عادت للمحترف التونسي وهدف اول، هدف اول لمصلحه الصداقه عن طريق بن شكري، حمزه بن شكري المحترف التونسي يهز الشباك ويغير لوحه الهدف، تمشي لي الفا، ولكن الابعاد الاخير، ومع الابعاد تاتي الصافره خطا علي بالقايد، علي يعدي ويمشي بالكوره وقت العرضيه، العرضيه ولا تواجد ليا وعن ابرز من حمل غلالة خليج سرت، لابد من ذكر اليساري المتميز، لابد من ذكر الجناح المهاري، السعدي لابسه واحده بخرج القدم محمد شريف، ممكن الاقرب عبد المهم الحراري، سلمها للكرامي المتقدم في هذه المره، الكرامي يلعب العرضيه تغيرها بالراس خطيره لمصلحه خليج، الابعاد كان من عبد الرحمن الجغمان، لم ناضج كرويا عندما تكون الكرة في حوسته لا استعجال، وزي هذه الكرة اللي يدرج بها ويحاول المراوغة توصل لبن شكري، بن شكري إلى عبد الله العبد، عبد الله ينقلها على اليمين، الرايق عبد الله العبد يسلمها للرايق الآخر جاسم الخامس، توصل للمهاري برواق، لمسة خضوهات، التدخل الأخير كان من محمد حماد، مرتدة للخليج، أعطي الأسبقية حكم اللقاء، لا تفسد متعة هذا اللقاء، الريمونتادا كانت لفريق الخليج، برواق والتايبي على الكرة، أكثر من لاعب داخل المنطقة، التنفيذ كان من التايبي على القائم الثاني، خروج للحراري بقبضة اليد الرأسية، لكن الصافي كيف سيكون التنفيذ؟ يختار مسعود الغناي، استلام من مسعود، الغناي يلعب الأوفر على القائم الأول، يبعد محمد شريف، بالقايد خطيرة للخليج، تعود لسويدي، تدخل أخير، صافرة، ولكن الحكم لا يشير إلى أي شيء من بالقايد. اعتراض اخير صويتي ام ان التدخل كان موجود؟ بطاقه حمراء للاداري المرافق لفريق الخليج، خطا غير مباشر، هذه الكره الحكم والراي تميزة من الفوني الى العروسي، العروسي المهاري يمشي بالكرة، العروسي يتدرج يراوغ ويدور، العروسي يسلم هدف ثاني، الابعاد الاخير كان من الاحراري، رائع الاحراري في الكرة الاخيرة والرياكشن كان متميز، انقذ شباك فريقه، ناصر العروسي اتدرج بالكرة، دار على نفسه، راوغ الرحال حط العرضية والتسديدة من مالك عند الكرامي، الكرامي الى هيبلو، هيبلو يغيرها على اليسار بامتياز كبير عند الرحال، وقت الكنترول، الكنترول من الرحال، يرفع راسه ويلعب الكره للامام لمن ستكون، هذه حاول فرانك ترجع لبالقايد التسديده ومرت سلامات، العروسي يلعب كره داخل المنطقه، الارتقاء والابعاد من سميده، اكتمل هذا اللقاء بهذه النتيجه، ولكن الكره خطيره وسط ارتقاء من عبد الرحمن الجقمني، كنترول ودوران يقوم به بطريقه متميزه ويتدرج داخل المنطقه، العروس يعدي لكن التواجد السويطي الشد واضح فريق الخليج، السعدي بلاش هذه خطيره، انفراد تام كامل بالمرمى والابعاد والكره خطيره ما زالت، السعدي تسديده تالق لحارس المرمى، وبلاش المهاجم الرقم 9
ضيع كرة ما تضيعش لفريق الصداقة. هذه الكرة بلاش الكنترول، رفع راسه ويا عيني عليك يا حراري، احقاقا للحق، رياكشن ورد فعل متميز كان من الحراري. التسديدة الثانية من العلام، كرة الثابتة، الكرامي يلعبها داخل المنطقة إلى الرؤوس، وهذه خطيرة للخليج. يراوغ حسين يمشي ويراوغ مرة أولى ثانية، هذه خطيرة للعبيدي، ولكن التدخل الدفاعي، ومع هذا التدخل يعلن زيدان جرين صفرته معلنا عن انتهاء لقاء الخليج والصداقة.